واضح في الصورة الرجل الذي يقود الفريق ويتمنى بالتأكيد أن فريقه يفوز في هذه المباراة، لأن في وضعية صعبة جدا في المركز قبل الخير بسبع نقاط، فقد فوزين على شباب الأهلي في الدور الأول 3-2 وعلى دبا 2-1، والمباراتين اللي فاز فيهم على ملعبه. تنطلق الصافرة، تبدأ المباراة بصفرة حكم المباراة أحمد سالم خلفان. كل التوفيق للفريقين في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. شباب الأهلي بالأحمر والذهبي، اللون الذهبي فريق الظفر الفريق الضيف، وهذه المواجهة هي المواجهة رقم 26 في دوري المحترفين، لكن المواجهة هي رقم 32 في كل المواجهات قبل الاحتراف وأثناء الاحتراف. كرة ملعوبة أمامية اللعب، شباب الأهلي يبحث عن الصدارة في هذه المباراة. فوز يرفع رصيده إلى 36 نقطة، وبالتالي يكون الفارق بينه وبين المتصدر الحالي فريق الشارجة نقطتين، لأن الشارجة حاليا هو المتصدر بعد الجولة رقم 16 ب34 نقطة. شباب الأهلي في المركز الثاني 33 نقطة، الوصل الثالث 32. هنا محاولة لشباب الأهلي التقدم الإبعاد من جديد، جانييف يلعبها إلى بدر ناصر إلى جانييف. شوف شباب الأهلي بعد بداية هجومية ما يريد يعني يتأخر في التسجيل لكي لا تكون عليه ضغوط كثيرة، كل ما تأخر التسجيل تأتي الضغوط، وبالتالي لا يريد أن يترك مجال للظفرة للتسجيل كما حدث في مباراة الأولى بينهم هناك في الظفرة. كرة ملعوبة الآن، شباب الأهلي 33 نقطة، الظفرة 7 نقاط. كارتابيا اللاعب المهم جدا في تشكيلة السيد جارديم وكرة فريق الظفرة. الكرة ملعوبة الآن، المحاولة توصل لبدر، بدر كرة مع أقوى هجوم العين 42 هدف، وأقوى دفاع الشارجة 10 أهداف، والشارجة وشباب الأهلي الأكثر فوزاً 10 حالات فوز. لاعب ساقط على أرضية الملعب، سلامات سلامات سلامات. رينان يسقط على أرضية الملعب، لكن هناك يوري سيزار أيضاً هو الآخر ساقط اشتراكه مع خالد بطي. هذا هو السيد ألكسندر فيسلوفيتش الصربي، بالتأكيد يبحث عن البقاء مع فريق الظفرة، لكن جارديم يفكر بالصدارة، يفكر بالتأكيد بالبطولة في هذا الموسم، والمنافسة قوية في دورينا، قوية المنافسة قوية ما في شك. شارجة شباب الأهلي الوصل الوحدة العين جزيرة أجمان أيضا معهم، يعني وأن كان بعيد نسبيا 26 نقطة، لكن يعني جولة تغير كل شيء، جولة تغير كل شيء. يوري سيزار إلى جانييف، راح يسدد، الله من أجل الصدارة يأتي الهدف الأول، من أجل الصدارة جانييف قذيفة من مسافة بعيدة، الهدف الأول لشباب 23 سيطرة 23 دقيقة. جانييف يأتي بالهدف الأول لشباب الأهلي، ثاني أهداف في دورينا. لاحظ استلم وسدد، الله 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 الله، من مسافة بعيدة، لكن هدف جميل، هدف جميل، هدف جميل، وبالتالي يتقدم شباب الأهلي بعد مرور 23 دقيقة بهدف رائع عن طريق جانييف الأوزبكي، يسجل ويتقدم شباب الأهلي بهدف جميل، بهدف جميل. وسلامات رينان ساقط على أرضية الملعب، أول أهداف المباراة بعد مرور 23 دقيقة. جانييف يطلق قذيفة، يأتي بتسديدة، لاحظ يوري إلى جانييف، استلام وهبا قوية في المرمى على يمين عبد الله، على يمين عبد الله، عبد الله سلطان يسجل أول أهداف المباراة ليتقدم شباب الأهلي بالهدف الأول. إذن من أجل الصدارة يتقدم، يضغط من بداية المباراة ويأتي بالهدف. جانييف يسعد 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 كل من في المدرجات، يسعد هذه الصغيرة التي تحتفل. أوه يا سلام، يعني لما تشوف طريقة احتفالها كأن هي اللي مسجل الهدف، ما شاء الله عليها، هدف عن طريق جانييف.
31 مواجهة في الدوري، 6 في كاس رئيس الدولة، 8 في كاس المحترفين، مباراة واحدة في كاس الاتحاد، دوري أبطال آسيا مباراة، ودية مباراة، كل هذه مواجهات. يبدو بطاقة صفراء لكارتابيا الآن، انذار لكارتابيا، كارتابيا يحصل على انذار، الانذار الأول، البطاقة الصفراء الأولى لحكم المباراة أحمد سالم خلفان في هذه اللقطة. شوف هنا اللي حصل فيه انذار، الكرة ملعوبة الآن، توصل كلاديو رافائيل، رافائيل يرسل كرة عالية أمامية لكن سهلة جدا، سهلة جدا، شباب الأهلي يتقدم بهدف، لكن فريق الظفرة يبحث عن التعادل، يبحث عن العودة. هذا ألكسندر فيسلوفيتش، فريقه جيد حتى الآن، تكتيكه جيد أيضا، يلعب بأسلوب ممتاز حتى الآن، يجاري شباب الأهلي. في الشوط الأول كان في تفوق نسبي لشباب الأهلي، لكن في الشوط الثاني، في الشوط الثاني بالفعل من بداية الشوط الثاني، وفريق الظفرة يوصل لمرمى شباب الأهلي ويهدد مرمى شباب الأهلي، وكارتابي يتقدم، جول. كارتابيا، كارتابيا يأتي بالهدف الثاني، يسجل الثاني من كرة مرتدة سريعة 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 سريعة، الهدف السادس لكارتابيا. شباب الأهلي من أجل الصدارة، من أجل الوصول للنقطة رقم 36. شوف اللعبة جميلة، كارتابيا يتقدم بكل ثقة مع خروج عبد الله السلطان، يضعها في المرمى، يسجل الهدف الثاني، ليسجل الهدف الثاني لشباب الأهلي، يتقدم الآن بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل لا شيء. كارتابيا لاعب خطير جدا، لاعب أمام المرمى نادر ما يضيع، لاعب يحتفل الآن بالهدف الثاني، أوه أوه أوه، هدف ثاني، وثلاث نقلات حلوين، وفرحة الصغير، هذا الصغير، هذا الطفل، لربما يكون ابن كارتابيا من أهله. عموما الصغار حاضرين والكبار حاضرين، وإيش يأشر على المدرجات، يبدو لعائلته ويأشر، وبعد تسجيل الهدف، وهنا أتأكد من صحة الهدف، التحقق من الهدف، كارتابيا يسجل الهدف الثاني ليتقدم شباب الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. شباب الأهلي، شباب الأهلي ربما يصعب المهمة نسبيا على فريق الظفرة الذي كان يسعى للتعادل، لكن أصبحت النتيجة الآن أصبحت 2-0، 2-0 دقيقة 63، كارتابيا يأتي بالهدف الثاني، يأتي بالهدف الثاني، يوري سيزار، خريبين، البداية كانت من الخريبين إلى يحيى، ونقلة جميلة من يحيى إلى كارتابيا، تقدم بكل ثقة وأحرز الهدف الثاني. كرة ملعوبة على تياغو، يهرب من الرقابة، يرجع للخلف، لكن في صافرة في خطأ الآن يحتسب، وتبديلين للسيد جارتيم الآن، حارب راح يشارك مكان خريبين أو دومبيا مكان خريبين، دومبيا، خريبين يغادر أرضية الملعب، خريبين يغادر أرضية الملعب، ودومبيا هو البديل، دومبيا مكان خريبين، وحارب أيضا راح يشارك، حارب راح يشارك، حارب مكامين. تبديلات الآن لجاردين بعد التقدم بهدفين، 65 دقيقة، إذن يغادر يوري سيزار، يوري سيزار، وينزل حارب، يشترك حارب اللي عنده هدفين، ثالث تبديلات السيد جارديم، يوري سيزار الذي بذل مجهود كبير في شوط المباراة الأول والثاني، والآن يترك أرضية الملعب، البديل حارب عبد الله سهيل، هذا يوري سيزار، وهذا حارب عبد الله سهيل، وتبديل ثالث للسيد جارديم بعد خروج خريبين، وقبل ذلك في الشوط الأول رينان غادر أرضية الملعب مصاب، وكرة ملعوبة الآن إلى دومبيا، دومبيا 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 يحاول مرور، دومبيا كرة معاه، دومبيا يسقط، يكسب خطأ، نازل فريش دومبيا، فريش فريش نازل فريش، ويريد بالتأكيد أنه
انذار خطأ خارج منطقة الجزاء. انتهت الأربع دقائق ورافائيل يحصل على بطاقة صفراء. الأربع دقائق انتهت، ننتظر صفرة حكم المباراة أحمد سالم خلفان. شباب الأهلي في الصدارة إلى إشعار آخر، وشباب الأهلي يحقق المطلوب، يفوز بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن عن طريق جانييف وكرتابيا، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة في صدارة دورينا، في صدارة دوري أدنك للمحترفين بفارق نقطتين عن الشارجة، بفارق نقطتين عن الشارجة. المنافسة قوية هذا الموسم. كرتابيا الآن ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، في مكان خطير، تسديد، الله 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 على عبد الله سلطان، أبعد كرة خطيرة جدا، أبعد كرة خطيرة جدا، وتأتي صافرة حكم المباراة أحمد سالم خلفان يعلن نهاية المباراة. تنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدفي جانييف وكرتابيا، ويرفع رصيده إلى 36 نقطة. شباب الأهلي يتصدر إلى شهر آخر ب 36 نقطة بفارق نقطتين عن الشارجة اللي يملك 34 نقطة. مبروك لشباب الأهلي وأنصاره وجماهيره ومحبي. حظا أوفر لفريق الظفرة، الظفرة يبقى على 7 نقاط. شكرا لكم على المتابعة، تحياتي راشد عبد الرحمن، مباشرة أنتقل بكم إلى استديو دبي الرياضية إلى زميلي عبد العزيز محمد ماجد الفلاسي، أحمد أو إسماعيل راشد وعبد الرحمن محمد والحكم إبراهيم المهيري. زميلي عبد العزيز لك الكلمة، وأنت وزملائك الأعزاء في الاستديو.